قناه اخرى تدافع عن انفسها بطريقه مختلفه. الشيهم المتوج ليس بالحيوان العدائي، لكن عند تعرضه للتهديد يصبح مقاتلا شرسا، يضرب باقدامه الخلفيه ارضا وتنتصب اشواكه، ثم يخشخش بها لتصدر صوتا عاليا. اذا لم ينجح ذلك في اخافه الحيوان المهاجم، فان الشيهم يستدير الى الخلف ويركض باتجاه عكسي ليغرز اشواكه في جسم الحيوان. يبحث الشيهم عن النباتات والفواكه لغذائه ليلا، ويفضل النوم اثناء النهار، لكن حيواننا السري ليس الشيهم.